السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تكون عندك كل زي البلكونات اللي انت شايفها دي ويمكن ما بتستخدمهاش ابدا ولا بتفتحها ولا انت عارف هي اتعملت ليه من اصلا، ان شاء الله فيها العزل وفيها الردم وعندك الادوات دي، الجردل، زيتون فاضي، وصنية ما تعرفش اخر مرة المدام استخدمتها امتى، اقول لك انا عملتها كده ليه دلوقتي. ادوات بسيطه جدا ممكن تستخدمها، وعندك ميه وعندك تراب، وعندك مثلا لقيت حبايه بطاطس مزرعه زي دي في سبت البطاطس سواء في المطبخ او في البلكونه، ايه اللي ممكن يحصل؟ انا هحول ان شاء الله بامر الله حبايه البطاطس دي اللي كانت ممكن تترمي الى كيلو بطاطس على الاقل. البصلتين اللي لقيتهم مزرعين دول في نفس سبت البصل برضو في المطبخ او في البلكونة الكبيرة، انا احولهم كده لغدوة بصل بمشيئة الله، وانساهم اسبوع اسبوعين ثلاثة. البصل ان شاء الله سهل وسريع، انما البطاطس دي خلال شهرين ثلاث شهور 100 يوم بالظبط الاقيها مالية الجردل ده من تحت بطاطس. تعالوا كده نشوف ايه اللي ممكن يحصل. طيب انا حطيت ايه الاول؟ الجردل ده فاضي، مليته تربة من تربة البلكونة دي، وكان الله يكرمه المقاول اللي عاملها كان حاططها تربة مخلطة فعلا على أساس الزراعة. أنا مش هزرع البلكونة كلها لأني مش فاضلها. طب الجردل ده لقيته في المطبخ، كان جردل زيتون عندي، حطيت فيه شوية التربة وجبت شوية المية وحطيتهم وعملت البصلتين. بس بعد ما عملت البصلتين جت في دماغي البطاطسية دي، هشقها اتنين، فيها عين تانية هنا اهي عاوز اتخرج، اعتقد يعني فيها عين تانية. هجيب العينين دول واقطع البطاطسية من هنا كده شق طولي، تمام، بحيث ان هما يبقوا نص دايرتين كده، وهحفر حوالي 15 سم في الجدل ده واحط القطعتين البطاطس بالشكل ده بحيث ان العين دي تبقى فوق، وهردم عليهم وارجع تاني. خلاص التربة طرية. بيني وبينكم انا استزكيت كده يعني وجبتها فكرة من عندي، حطيت على دورق المية قبل ما احطه حوالي 100 ملي بالظبط زيت زيتون. زيت زيتون ده مصدر للدهون، وزيت زيتون يعني حاجة كده ايه، حاجة عضوية منه فيه، حطيتها مع التربة دي هشوف كده ايه اللي هيحصل. طب الصينية دي انا حطيتها ليه؟ طبعا النهاردة اليوم اللي الدنيا كلها حذرت منه، كل محطات الأرصاد وكل معامل الأرصاد والمناخ، إن الحرارة هتوصل فيها 40 درجة ورياح 50 محملة بالأتربة. طيب أنا لما أحط زرعة وليدة في درجات الحرارة اللي زي دي في بلكونة ممكن ما أفتحش عليها تاني، لكن أنا إن شاء الله قررت إن أنا أفتح عليها كل يوم مرة على الأقل زي اللي بيحرس زرع. وصدقوني هتلاقوا زراعة الأسطح والبلكونات دي ممكن تبقى هواية بديلة عن هوايات كتيرة جدا اكتسبناها احنا المصريين وهي مش من ثقافتنا اساسا. يعني عندنا مساحات كبيرة جدا من البلكونات والأسطح، وعندنا كتير جدا من الأدوات المهملة اللي زي جردل قديم مثلا، علبة قديمة مهجورة، اي حاجة اي حاجة ممكن تمارس فيها هوايتك. عندك بصلة زرعت، عندك بطاطساية زرعت، ست البيت ممكن تمارس الهواية دي، يمكن تفتح لك شهيتك انك انت بالفعل تدور على المساحات المهملة زي البلكونات والاسطح اللي ما اكترها في حياتنا، وبنبنيها علشان بس ايه، شكل معماري بديل للشكل المعماري الحديث ده اللي انهى على البلكونة تماما وما عادتش موجودة اليوم. ثقافة الابنية الزجاجية ما طلعت في مصر. الفيو بتاعي بتاع جبل المقطم من بعيد من ناحية مدينة نصر او الدويقة اللي عملوا فيه كورنيش بيسموه كورنيش المقطم، من اجمل واروع الاماكن الجديدة او المشاريع الجديدة اللي اتعملت في المقطم. الفيو ده اللي احنا بنستخدموش او ما بنستمتعش منه، هضطر ان انا اشوف الزرعة بتاعتي الوليدة دي وبالتالي هستمتع بهجن الحسنين، استمتع بالزرعة الجديدة وبالفيو اللي انا محروم منه من زمان، يعني احنا شغلنا انفسنا بيه ومش فاضيين نستمتع بالاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لنا. وهحط البطاطساية واتابع وبقى ان شاء الله اصور لكم فيديو تاني لقناة الارض من الزرعة الوليدة بتاعتي دي،
يمكن ربنا يبارك فيها اكتر من مئات الاف جنيه. شكرا جزيلا واشوفكم في الفيديوهات على خير.